تتكرر في كل مرة أزمة الوقود في عدة مناطق بالجزائر بسبب الإفراط في الاستهلاك، ما يستدعي التفكير في استراتيجية لمواجهة نقص الإمدادات وحل المشكل. أحمد رشدي يفصل أكثر في الموضوع. أكثر من 8 ملايين مركبة من مختلف الفئات هي ما تحتوي عليه الحظيرة الوطنية للسيارات، وأكثر من نصف مليون سيارة يتم استيرادها سنويا بالجزائر، ما نتج عنه تزايد استهلاك الوقود في ظل غياب نموذج يحد من الاستهلاك المفرط والمتزايد. لازم يكون فيه تفكير ولازم فيه يكون فيه إجماع، لازم الشعب يكون راضي، ماشي مسألة الدولة برك. أنا كل معنيين بالأمر، نو سوم توش دي سيتويان، ولازم نروحوا لهذا سي نوفيل سيفيليزاسيون. يفو كونكري، وهذا عندكم دور كبير لتفسير المصطلحات هذه، والمدرسة عندها دور كبير ثاني، والجامعة والبحث. دول عديدة لجأت إلى فرض قيود للحد من استعمال المفرط للوقود من خلال بطاقة تحدد الكميات المستعملة، حيث يتم فرض سعر مدعم على الكميات القياسية، وفي حال تجاوزه يتضاعف السعر. لكل شخص عنده الكارتة تاعو، يعني إمكانيات استعمال في العام. عندك سيارات تستعمل 8 لترات لكل 100 كيلومتر، يعطيو لك القدره تاعك 800 لترات كم 100 كيلومتر تقريبا 15000 كيلومتر هو المعدل. يعطي لك تقريبا 1000 لتره، 1000 لتره بالسعر 23 دينار، بصح تزيد لتره زايده تكون 100 دينار. بدائل وخيارات عديدة يمكن للجزائر أن تتوجه إليها، على غرار استعمال الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، التوجه نحو السيارات الكهربائية، واستيراد محركات بمعايير عالمية. لكن المشكل يبقى في طرقاتنا ونوعية الوقود الرديئة، ما يعني استراتيجية عميقة وليس حلولا سطحية.